اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. اسمحوا لي بس كده في البدايه عايزه اعلق على كام حاجه وان شاء الله يعني تنويهات بسيطه. النهارده باذن الله تعالى حاولنا ان احنا حتى هنأجل تقريرنا بتاع جبل الجلاله اللي شفتوا البرومو بتاعه اتذاع النهارده واتذاع امبارح، بس احنا اجلناه علشان ندي مساحه لحضراتكم لمداخلات حضراتكم ان شاء الله في الحلقه النهارده. نحاول بقدر الامكان ان يعني يكون عندنا تقرير مش كتيره ومش كبيره، وفي نفس الوقت يبقى في مساحه اكبر بقى ان احنا نتكلم مع بعض ويكون في مداخلات لحضراتكم. بس خلوني في البدايه كده يعني اعلق تعليق خفيف. انتوا زهقتوا بقى من متابعه الانتخابات وخلاص، يعني عندكم تقريبا يعني اي واحد فينا يقدر يتكلم عن الانتخابات بصوره كبيره جدا وقدر قد ايه ان هو يتابعها وشاف الانتخابات الثلاث ايام والمتابعه والتحاليل وكذا وكذا. انا يعني مش هنتكلم في كل ده خالص، وده مش دوري، وانا مش مفروض ان انا يعني هتكلم في امور معينه اللي انتوا كتير سمعتوها. انا عايزه اتكلم على كام حاجه. ان انا يعني حابه اشكر كل من قام، كل من قام بواجبه، كل واحد قام بواجبه، كل واحد نزل وشارك قام بواجبه ناحيه بلده، وفي نفس الوقت ده حقه، اخذ حقه، مارس حقه الديمقراطي. إذا كان حتى إذا كنت موافق على سياسات معينة أو رافضها، وخاصة الناس اللي نزلت، يعني لو احنا هنتكلم على الناس اللي نزلت وشاركت وكانوا بيقولوا في عدد من الشباب مش يعني معقول مش وحش، كان في عدد كبار طبعا، اللي عدد النسبة الأكبر من السيدات وكبار السن اللي هم يعني يتحملوا المسؤولية. اللي لفتني في الموضوع العدد اللي طالع السنه دي بالتحاليل الاوليه، طبعا لسه ما مش هنعرف في الاخر اخر المؤشرات، لكن هي مؤشرات وتحاليل كانت في بدايه اليومين بعد يعني يوم الانتخابات بالليل، اخر يوم الاربعاء بالليل، وامبارح كانوا بيتكلموا في الخبراء والناس اللي جت تحلل تتكلم على ان كان في نسبه كبيره من يعني مش كبيره قوي ولكن نسبه اعلى من مسيرها في الانتخابات السابقه في الاصوات الباطله. أنا رأيي إن الناس حتى اللي نزلت وأبطلت صوتها كنوع من الاحتجاج أو نوع من الاعتراض، هي نزلت برضو مارست حقها الديمقراطي وخدت حقها، وفي نفس الوقت أدت واجبها ناحية بلدها. أنت نزلت وشاركت، إحنا نتعلم إزاي إن ده مفروض ده الواجب بتاعي اللي أنا مفروض أعمله، وإن أنا أقول رأيي. رأيك ده حقك اللي أنت مفروض ما تفرطش فيه. فيعني هو نزل وقاطع، يعني نزل عفوا وأبطل صوته كويس جدا، لكن اللي قاطع يعني اذا كان يعني استجاب لنداءات معاديه للبلد وهدامه خلاص، يعني هو ده رايه. واللي تكاسل هو ده اللي كان العين عليه، او ده اللي انا كنت بقول ليه تكاسل. يعني هو ممكن يكون لا مع ده ولا مع ده، بس مش عايز ينزل، مش مهتم، لا يبالي. حتة اللامبالاة دي وعدم تحمل المسؤولية عايزين نخرج منها علشان نحس إن شاء الله باللي جاي لينا أفضل. إن شاء الله يا رب يعني بكرة يكون أفضل لمصر بإذن الله تعالى، ويولي الأصلح بإذن الله تعالى، ويكون الخير جاي إن شاء الله بإذن الله. تعالوا نتكلم عن حلقتنا اللي فاتت. حلقتنا اللي فاتت كنا عرضنا على حضراتكم تقرير كان كبير شوية، يعني عن احتفالنا في دار المسنين. كان في من الآباء والأمهات. على فكرة الحلقة دي بالذات أو التقرير ده بالذات كان صعب جدا. يعني أنا روحت يعني يوميها من بعد ما صورنا، يعني قبل عرض الحلقة، يعني عييت يوم الحلقة دي. أنا تعبت جدا والله العظيم، يعني قد إيه الناس هناك أو آبائنا وأمهاتنا كانوا حالتهم صعبه لدرجه ان انا روحت نفسيتي تعبانه وعيت. ولما جيت اشوف في الحلقه في الاعاده ما كنتش قادره، يعني بقيت اتذكر كل اللي انا شفته يوميها في دار المسنين. ليه؟ يعني انا عايزه اقول، يعني قلتها قبل كده كتير وبكررها تاني، ان هو لو بالرحمه بالشرع بما انزله المولى عز وجل، بكل الأديان السماوية اللي نزلت ربنا نزلها كلها، لو احنا طبقناها مش هيبقى فيه دار مسنين، ولا مش هيبقى فيه دور مسنين ولا دور أيتام. ولكن وبكررها تاني، الواقع فرض نفسه. يعني حتى الناس اللي هي قابلناها في دار المسنين اللي هم ما لهمش حد وما لهمش مأوى،
صحيح مش هنسيبهم في الشارع، وحتى ابائنا وامهاتهم وامهاتنا اللي هي ليهم اولاد وسابوهم في دار المسنين، لو هم فعلا هيبقوا في الشارع يعني هيكون الوضع ايه؟ وشفنا الحالات السيدة الفاضلة لو محمود لو بس تذكرنا بس كده ببعض صور المسنين في تقريرنا اللي فات، السيدة الفاضلة اللي في الأول خالص اللي قابلناها وقالت لي جملة غريبة جدا، قالت لي إن ابنها بعد ما خد الشقة بتاعتها عشان يوسع على مراته وأولاده باع شقة والدته، وبعدين قال لها أنا هوديكي دار مسنين علشان مرميكيش في الشارع. يعني الكلمة فضلت ترن في ودني لحد ما روحت وقلت سبحان الله، هو يعني الأم والأب ممكن يربوا عيالهم ويتعبوا عليهم ويعيشوا حياتهم كلهم ليهم؟ يعني أي أم وأب كلنا كده يعني بنعيش علشان نجيب لأولادنا ونعمل لأولادنا وحقق لأولادنا وكذا وكذا، أنت بتحلم من ساعة بقى ما خلاص خلفت أنت بتبقى عايش عشان ولادك، هل بعد ما تكبر خلاص أنت انتهيت؟ هي السيدة دي اللي هي في الأول اللي كنا جايبينها، هي دي الست دي، إن هي بتقول لي أنا أصل هو قال لي بدل ما أرميكي في الشارع، يعني هل الناس بعد ما تكبر وبعد ما تأدي رسالتها خلاص ده أمك وأبوك اللي ربنا من فوق سبع سماوات أوصاك بيهم حتى لو كانوا كافرين؟ هي السيدة دي يعني طبعا اعذروني لان طبعا ناسيه الاسماء، الست دي اللي هي وهي كانت قاعده هي مجبره يعني بتقول لك خلاص ما عنديش حاجه، وكمان ما حدش بيجي يزورها غير هو ابنها اللي جابها ده بيروح لها يعني كل فتره، وهي كمان يعني مش متذكره هي بقى لها قد ايه، كان بقى لها باين شهرين او ثلاثه بتقول بقى لي اسبوع، يعني احساس قد ايه يعني ان هي ما تكونش في وسطها في وسط عيالها في اخر اي يعني في اخر أي، ربنا يطول اعمارهم يا رب، انها تبقى في وسط عيالها واحفادها يعني ازاي؟ وفي نفس الوقت هو مع احترامي لكل العاملين في الدار ويعني ربنا يبارك فيهم ويكرمهم، بس هل في حد ممكن يبقى غريب يعني ازاي يحن على امي؟ يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ازاي يحن على امي وابويا ويخدمهم بقلب وهو مش من صلبهم يعني، او هو حتى مش قريبهم او حتى مش مثلا من عيلتها او يعني، ما في ناس بتبقى ما عندهاش اولاد وبيبقى في من اقاربهم من صله رحمهم وبتخدمهم، لكن لما يكون مهما كان هو عنده ضمير وبيعمل، بس مهما كان مش هيكون زي اللي منك، احساس صعب قوي قوي قوي. الحالات الثانيه اللي انا شفتها لو تفكرنا يا محمود بابائنا لما طلعنا بقى لابائنا في دار المسنين نفسها، كان معظم الحالات اللي انا شفتها يعني الغريبه في الدار دي ان كان فيها حالات كتيره قوي متباينه يعني مختلفه، في مثلا اللي ما لهمش حد بالذات في السيدات، وفي اللي هي مثلا مريضه نفسيه، وفي كذا وكذا. ما طلعنا عند ابائنا فوق اللي هم بقى اختلاف اعمارهم وفي نفس الوقت اللي عنده اولاد واللي هو اصلا عياله، يعني الراجل ده مش قادره اقول لكم وجع قلبي قد ايه والله العظيم، انا روحت يعني عارف اذا يكون حد كده كان بيعصرني. الراجل ده اولا مش مسن، الراجل ده 56 سنه يعني لسه بيشتغل، وهو فعلا مازال بيشتغل، بس طبعا يكفي دموعه ان هي انت ما تقولش حاجه تاني، دموعه بتقول كل حاجه، دموعه قهرت الراجل يعني دمعه الراجل صعبه جدا غير دمعه الست. اما راجل يبكي ويبكي بالشكل ده فهو مقهور يعني، والقهرة بتاعت الراجل ان هو عنده اولاد وكان عنده بيت، وهو كل اللي حصل له ان هو ابتلى يعني ابتلى بمرض، ربنا ابتلاه بان هو جاله شلل، اي ذنب يعني حتى لو هو كان ايه، حتى لو قالوا لي اصل هو كان مش عارف كذا، اصل هو كان قاسي، اصل هو كان مش يعني، هتشوفوا حالات تانية في مثلا اللي اتجوز وكان ساب، حتى لو كان اب ساب ولاده واتجوز فهو ليه حق عليهم. الراجل ده يعني مع احترامي لكل افراد عيلته، ولكن ما فيش مبرر يدعو في الدار دي، قهرته ودمعته اللي شفتوها في الحلقه اللي فاتت لو حد من ولاده يعني شافها او حد من قرايبه شافها او حد يبلغ ولاده، روحوا اسالوا على ابوكم يعني، خدوا ابوكم في حضنه يعني خدوه في حضنكم، وده ابوكم وانتوا لسه في بدايه حياتكم، هو الراجل مش كبير، الراجل لسه مش مسن اصلا،
إذا كانت الزوجة أو الأم يعني لا يعني تلفت أبنائها وتنصح أبنائها وتوصي أبنائها ببر أبوهم، هيعملوا معاكي كده، خلي بالك هيعملوا معاكي وهيكونوا جاحدين برضو، وهيكون في عقوق ليك أنت كمان لأن أنت علمتيهم العقوق. سامحيني يعني بكل لو قلتي كل المبررات، الراجل حتى ما عنده يعني لسان حاله، هو بيقول لي يعني أنا مش يعني ده يعني أنا موجود هنا، اضطريت ان انا اجي هنا وما سالتوش عن الاسباب. خلي بالكوا انا كل حاله كنت بقعد عليها ما كنتش بحاول اضغط لان انا كنت انا هنهار، وفي نفس الوقت كل حاله هي شارحه نفسها، وهي هو هنا ليه اصلا، هو موجود هنا ليه، والراجل اللي هو ده يعني ان هو يقول لي انا موجود هنا، اكيد ان هو مكان ظروفه الصحيه، اكيد ظروفه الماليه، اكيد ما عندوش مثلا حد يخدمه، أكيد عنده ظروف كتير صعبة اضطرته إن هو يتواجد في دار مسنين، ودار مسنين فقيرة محتاجة، دار مسنين بيدعمها بنك الطعام وبنك الكساء وبنك الشفاء لأن هم محتاجين. أما الراجل المهندس ده كان حكاية، يعني حكاية تانية خالص. الراجل ده هو كان يعني في مركز مرموق وكان مهندس، واولاده ما شاء الله في مراكز يعني كويسه، علمهم تعليم كويس جدا، ودلوقتي هم ايضا يعني في مراكز مرموقه وما شاء الله كلهم كويسين على حسب هو، كل واحد فيهم ما بيقولش حاجه، ما بيقولش يعني قاعد يقول ده عيالي جاحدين وعيالي عاقين، ما قالوش كده، هم بيسكتوا بس لسان حالهم هو معروف، لما يعني حتى لو بيسالوا عليهم، حتى لو بيسألوا عليهم في التليفون، حتى لو بيقولهم، بس هم موجودين هنا ليه؟ يعني هو حتى الراجل قال لي كلمة وجعتني جدا والله العظيم، والله زي ما بقول لكم كده، الراجل قال لي الزمن ما ينفعش يبقى البيت فيه يعني غير يعني الزوج والزوجة، ما ينفعش بقى يبقى فيه مثلا أبوه أو أبوها أو أمها أو طب أمال لما أبائنا يكبروا ولما إحنا كمان هنكبر. أنا رديت عليه قلت له طب ولما إحنا هنكبر ولادنا كمان هيرمونا، ما لو احنا رمينا ابائنا وامهاتنا ولادنا هيرمونا، اي زمن هذا؟ يعني ايه ده زمن ايه ده اللي احنا هنبقى يعني هنتوارث العقوق؟ يعني طبعا ضد الفكر وضد المنطق وضد الرحمه وضد الشريعه وضد كل يعني كل ابجديات الانسانيه. يعني انا خرجت من الحلقه دي وانا يعني قلبي معصور، ليه هو ليه احنا وصلنا لكده؟ انت مفروض بتروح دور المسنين المحتاجة، بس وجودك معاهم على فكرة دي مش اول مرة نروح دار المسنين، رحنا دور المسنين كتير. الدور المسنين دي لما كنا بنروحها ما قابلناش حد يقول انا مش عايزة اسجل، الناس اللي كانت بتلح ان كل مرة بروح فيها كده، هما ليه بيبقوا عايزين يسجلوا وليه بيبقوا عايزين يتكلموا وما خافوش مثلا يقول لك اصل ولادي ممكن يشوفوني او لا، هما محتاجين حد يسمعهم، هما ما بصوش لاي حاجه تانية، ما بصوش ان هما يطلعوا على الشاشه، هما كل فكرهم ان هما محتاجين يتكلموا، محتاجين حد يسمعهم، كان في حد منقذ جاله وهو عايز يقول له، هو مش شايف كاميرا مش شايف حاجه، هو عايز يتكلم فقط، وجرحه بيئن يعني تحس ان هو بينزف من جوه. هو لما البني آدم بيكبر بيبقى زي الطفل، بيرجع تاني طفل تاني، محتاج اللي يطبطب عليه، محتاج يعني ولاده يحضنوه، محتاج يبقى في وسط ولاده، في وسط يتدفى بيهم، في وسط ولاده، في وسط عزوته يتدفى بيهم. وخلي بالك أو خلي بالكوا، أي حد بيقصر أو بيعق أبوه أو أمه داين تدان، هتلاقي في يوم من الأيام هتكبر، يعني سبحان الله لو ربنا كتب لك طولة العمر هتكبر وهتلاقي ولادك زي ما شافوك بتعمل مع أبوك وأمك ازاي هيعملوا معاك، شافوك بتبر أمك وأبوك هيبروك، تعلموا هما بيتعلموا منك الكذب والصدق وبيتعلموا منك البر وبيتعلموا منك العقوق، بيتعلموا منك كل حاجة، ودول اللي بينزل ربنا على يعني بينزل رحماته عليك بسببهم. يا بخت اللي أبوه وأمه عايش، يا بخت اللي عنده أب وأم، يا بخت اللي هو بيبقى نازل. يعني أنا ما كنتش بعرف أنزل أروح أي شغل أو أروح أي حاجة أو أنزل أي حاجة إلا بدعوة أمي وأبويا، ولما بابا الله يرحمه يعني لما والدي ربنا توفاه الله
بقيت يعني حريصه كل الحرص ان انا قبل ما اروح اي حته اكلم ماما يعني عشان تدعي لي. وقد ايه افتقدت نعمه كبيره ويشاء رب العالمين، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ده معادها، بس قد ايه افتقدت نعمه كبيره جدا 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 مش هيحسها الا اللي بيفتقدها. ازاي يبقى عندك ام وترميها؟ ده الواحد يبقى تحت رجليهم، تحت رجليهم كده، وهتبقى مقصر، تبقى يعني شوف واسمع بقى، كل انت اكيد كل الناس عارفين ومطلعين على قصص العقوق وقصص البر، يعني سبحان الله عارفين وممكن شاطرين جدا نسمعها ونقولها، وفي كل الاديان مش بتكلم على الدين الاسلامي فقط. ولكن احنا دايما يعني تلاقي الناس الام والاب دول في المرحله يعني البيت والاولاد والشغل، بعد كده شوف بابا وماما، ابقى اتصل ببابا وماما، بقت اولوياتك حياتك الاساسيه، ونسيت اللي هم كنت انت اهم اولوياتهم، نسيت اللي لما انت كنت يعني كان هو اهم، انت اهم حاجه في حياتهم، ونسيت اللي هم قد ايه تعبوا عشانك، ونسيت قد ايه سهروا وقد ايه كذا وكذا، وحياتك كلها من وانت كنت برضو ضعيف، ما انت كنت وانت صغير ضعيف، وكان لا حول لك ولا قوه، وهم اللي يعني قد ايه ربنا نزل رحماته في قلب الام، بالذات الام، وانها تشيلك في ضعفك لحد ما تقوى، ولما تقوى ترميها في ضعفها، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، كل واحد رقيب على نفسه، كل واحد مازال عاق لامه او لابوه رأفة بك انت، وانت تلحق وتجري وتروح تبوس رجليهم قبل ايديهم وقبل راسهم علشان يسامحوك، لان لو مات وهو غضبان عليك او ان انت عقوم مش هتشوف خير في الدنيا ولا في الاخره والله. وكفايه دمعه الراجل، يعني دموع الرجاله اللي انا شفتها دي، كل راجل فيها دمعته تحرق، دي هتبقى عليك وبال في الدنيا وفي الاخره. كل راجل كان بيبكي وبيبكي بحرقه كده وقلبه بيتعصر كده، شوف دي هتبقى عليك ايه، وشوف دي اكيد ربنا سبحانه وتعالى عندها هي عند الله عمل يعني امر عظيم. اوعى تكون فاكر ان هو هين، ده عند ربنا حاجه كبيره جدا، لان ربنا اللي اوصاك وامرك ببرهم حتى لو كانوا كافرين، لو مشرك انت ربنا امرك هو خلاص مشرك، بس انت لازم تبر. ربنا اللي امرك ده امر، انت عصيت امر الله وعقيت ابوك وامك، هتشوف خير ازاي؟ مش هتشوف خير ولا في دنيا ولا في آخرة، وشوف بقى عقوبتها في الآخرة إيه. ربنا يعافينا جميعا يا رب، ويرزقنا بر أبائنا وأمهاتنا بعد مماتهم، ويرزقكم بر أبائكم وأمهاتكم يا رب، ويعني يعافينا جميعا يا رب من عقوق الآباء. سامحوني إذا كنت يعني الحلقة بتاعت المسنين دي يعني أنا عيانة منها لحد تقريبا النهاردة، يعني أنا عييت فيها، وكان قد إيه المسألة صعبة جدا، وقد إيه الناس اللي هناك حالتهم يعني كانت مؤثرة فيا جدا. فبالله عليكم أنا بقولها كلمة ويشهد علي الله، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. أنا قلت يعني الكلمة اللي ربنا يعني ضميري يمليني عليها ورب، يعني وخلصت ضميري من قدام ربنا، وانتم كل واحد سمع وشاف الحلقة دي، واللي ما شافهاش يدخل يشوفها على صفحتنا او يشوفها على اليوتيوب ويشوف. ممكن حالة زي انت ممكن تكون، انا يعني ما في حالات كتيرة عاقين، انا جبت انا جايبة نماذج، كل واحد عنده حالة زي كده يخش يشوف، ويشوف اكيد ابوك او امك زي برضو كده بيبكي برضو في وقت ما انت مش موجود. يعني اتمنى ان يكون رسالتي وصلت، واتمنى ولو واحد بس سمعني وهو عاق لأبوه وأمه ويروح يراضيهم، هبقى أنا حمدت ربنا جدا إن في حد استجاب. ربنا يا رب يعني يطهر قلوبكم يا رب، ويرزقكم بر أبائكم. تعالوا بقى ندخل في حلقتنا النهاردة. بنك التعام المصري. بنك التعام المصري من المؤسسات اللي أنا دايما بشيد بيها قدام حضراتكم، وهي فعلا يعني ممكن تكون شهادتي فيها مجروحة، ولكن هو المؤسسة دي من المؤسسات الجادة المحترمة اللي طبعا خرج من رحمها بنك الكساء المصري وبنك الشفاء المصري وبنك حياة كريمة، ولكن
ليه دايما بقول ان هم، لان انا يمكن تعاملي معاهم في السنوات اللي فاتت دي كلها، وقد ايه بحس ان التعامل معاهم تعامل جاد ودايما مبتكرين. يعني هم اول ما ابتكروا سك الاضحيه، اول ما يعني دايما عندهم ابتكار في حرفيه الفكر الخيري، مش مجرد ان هو عمل خيري وفقط، لا هو عمل خيري ومؤسسي وميداني وعلمي، فبالتالي دايما عندهم يبتكروا في فعل الخير. هم عملوا على فكره الاس ام اس اللي هي تبقى تعمل كذا، يعني حاجات كتيره قوي. هو اول من بادر بيها بنك الطعام المصري، هو فكر دلوقتي في حاجه جديده، ازاي ان هو يقلل من هدر الطعام، ازاي يكون فيه قدر الامكان عدم هدر طعام. فابتكروا آلية جديدة تتحط على السمارت فون، على الهواتف الذكية، ويكون فيه تطبيق معين بحيث ان هو يربط ما بين المتبرع وقاعدة الناس المستحقة، ويكون في آلية أسرع بحيث ان احنا انت اي حد او اي مكان او اي كيان او اي محل او اي كذا 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 عندهم فائض طعام لا يمس اليد، اكل نظيف، اكل كويس لسه طازه في بيوميها، ازاي يوصل للمستحقين بشكل آدمي ومحترم وفيه كرامة. تعالوا نشوف تقريرنا عن الابتكار الجديد اللي فعله بنك الطعام المصري، وبعدين نطلع فاصل ونرجع تاني. كمية الأكل المهدر طبقا للدراسات العالمية بتوصل ل 42%، ده للمواد الأساسية للتغذية السليمة. قدرنا نحقق الهدف ده، وكان عندي حلم ازاي الناس الافراد والعائلات يشاركوا في البرنامج ده. عملنا حملات توعية في التلفزيون، وبعدين لقينا شباب بيحقق لي الحلم ده. دور بنك الطعام بدأ سنة 2005، اواخر 2005 اوائل 2006، حطينا محاور ازاي نقضي على الجوع. كان من ضمن المحاور دي او المحور الاساسي البنك الطعام كان الاول في العالم اللي بيتكلم عليها، هي المحافظة على الطعام من الهدر. دي ممكن لوحدها تقضي على الجوع. عملنا دليل تشغيل ازاي يتم تداول الاكل المطهو بطريقة سليمة، واشتغلنا عليها. قدرنا نقنع الفنادق العالمية ان هم فائض الطعام يعبوه ويوزعوه لأقرب دور ايتام ودور مسنين، بعد ما بنأهلهم للعمل ده في عبوات، كل عبوة منهم وجبة. واشتغلنا كده من 2006 لغاية 2011، بدأنا نصدر الفكرة لدول برة. كان عندي حلم ان احنا نعمل ازاي نخدم الناس في البيوت فائض الاكل اللي عندهم يقدروا يتبرعوا بيه، بدل ما هو بيهدر وبيترمي. فالشباب ما شاء الله عليهم عملوا لنا الابلكيشن ويستلس، ان ده ممكن الناس وهي في البيت تقدر تستعمله، ان اقرب جمعيه مؤهله يعني قام بتاهيلها بنك الطعام ازاي يتعامل مع الاكل المطهو، وايه اللي يقدر ياخده وايه اللي لا، ويتعبى ازاي ويتسلم ازاي وامتى. قدرنا ناهل مجموعه من الجمعيات، وصلت 25 حاليا كمرحله اولى جوه القاهره الكبرى، ان هم يوصل لهم المعلومة وياخدوا الاكل يوصلوها للناس المستحقة. احنا بنأهل جمعيات في مناطق مختلفة، بحيث ان انت ساكنة في منطقة معينة استعملتي الابليكيشن، اقرب جمعية من البيت بتاعك هيوصل لها الرسالة بعنوانك بصورة الاكل، بحيث ان هو يجيب الاحتياجات اللي يقدر يعبي بيها الاكل ده ويسلمه للناس المستحقة في قاعدة بياناته. الخطة القادمة هنبتدي ننتشر بقى في المحافظات الأخرى، بحيث ان احنا فعلا نقدر نقضي على الجوع من فائض الطعام. هقول حاجة، ان فائض الطعام ده او انقاذ الطعام ده مش مجرد طعام، ده اكل ومية وطاقة وساعات عمل، وبنحمي البيئة من الاكل اللي بيترمي وبيفسد. بنك الطعام النهاردة عندنا انطلاقة جديدة من نوعها. النهاردة عاملين مؤتمر صحفي عشان يظهر شباب مصر، شباب الجد الواعي. عمل لنا ابليكيشن سموه وسلس ايجيبت، عدم اهدار الطعام. يعني ايه ابليكيشن عدم اهدار الطعام؟
كلنا دلوقتي بنقعد مع الموبايل اكتر ما بنقعد مع اهالينا. فقلنا نحن الشباب فكروا فكرة حلوة وجم قالوا مين اللي يقدر يساعدنا في الموضوع ده. عرفوا ان بنك الطعام بيقدر يتعامل مع فئة كبيرة جدا جدا، الناس المحتاجة وعندهم داتا عظيمة جدا بالمستحق، فقالوا روحوا بنك الطعام. اللي انا اقدم الشباب معايا، معايا شاب اسمه اسماعيل وشاب تاني اسمه عاصم. الشباب ده بقى لهم 6 شهور بيعملوا الابليكيشن ده. اي واحد هيستعمل الابليكيشن هيجي البنك الطعام دور اميل ويقول ان في متبرع عنده اكل، الابليكيشن بيوضح المتبرع ده فين، تليفونه كام، المنطقة بتاعته فين، هيتبرع بكم وجبة، الوجبة دي مطهية ولا جافة. احنا على بنك الطعام بيتحرك اول ما الميل بيجيله فورا للمتبرع، بياخد منه الاكل وبيضمن مهندس الجودة ان الاكل ده سليم وصالح للاستهلاك. بعد كده بناخده ونروح بيه الجمعيات. الجامعات دي أم بنك الطعام مسبقا بتأهيلها. يعني ايه تأهيلها؟ يعني قال لها ايه الشروط الواجب انها يتوفر في المطبخ بتاعها بحيث ان الاكل يكون يحافظ على سلامة الاكل. العربيات اللي بتروح تاخد الاكل بتبقى عربيات طبعا مجهزة، تلاجات عشان تحافظ على سلامة الاكل لحد ما نوديه للمحتاجين. بيجهزوا الاكل ويوضبوه في اواني مخصوصة من الالومنيوم فويل برضه عشان نحافظ على الاكل لحد ما يوزعوه على الحالات المستحقة اللي تابعة لكل جمعية. احنا تعرضنا كتير قوي، واحدة بتنظف التلاجة بتاعتها فبتتكلم تعالى بنك الطعام. لا ما ينفعش، لا انا بترجاهم ان الاكل ده تعتبروا انه هياكلوه اخواتها وولادها، فتحاول انها تدينا الاكل السليم. وده برضو دورنا بنك الطعام، ان احنا مش بناخد اي حاجة. احنا لازم يعني مثلا في اشتراطات معينة في الاكل المطهي، بلاش السلطات، بلاش الاكل في المايونيز، لحاجات اللي هي عرضة للتلف بسرعة احنا ما بناخدهاش. ولكن الاكل التاني مطهي بطريقة سليمة مع اختبارات حسية احنا بنعملها نقدر ناخد الاكل ده. احنا ويسلس ايجيبت، ويسلس ايجيبت هدفها انها توعي المستخدم باستهلاكه وازاي استهلاكه ده بيقدر يؤثر على البيئه والمجتمع والاقتصاد حواليه. ابتدينا ثلاثه، انا عاصم واسماعيل واسعد، وكلهم كانوا طلبه برضو كنت اعرفهم من قبل كده. وابتدينا احنا دخلنا مسابقه برعايه وزاره الاتصالات وجوجل وام اي تي واخدنا فيها مركز، وابتدينا ان احنا نطور الفكره بتاعتنا ونطور البرودكت بتاعنا والابلكيشن بتاعتنا. وبعد كده ابتدينا نتكلم مع بنك الطعام. بنك الطعام احنا كنا عارفين ان هو من اكتر المؤسسات اللي بتشتغل في عدم اهدار الطعام، وبالتالي ابتدينا ان احنا نتواصل معاهم ونتكلم معاهم. قابلنا استاذه سناء واستاذ معز وابتدينا بقى لنا حوالي 7 شهور بنحاول نخطط ازاي نقدر نوصل للافراد وللشركات بصوره صحيه وامنه نقدر ناخد بيها الاكل بتاعها ونديها للناس اللي محتاجاها. احنا اخترنا الطعام كمرحله اولى من الانشطه بتاعتنا. احنا دلوقتي بنشتغل على الاكل، قريب جدا هنشتغل على المخلفات الالكترونيه القديمه، بنشتغل على ملابس، بنشتغل على بلاستيك، على ورق وهكذا. بس دلوقتي بنشتغل على الاكل لانه من اكتر الحاجات الحساسه اللي الناس ممكن تكون محتاجاها الفتره دي، او يعني نقدر نوصلها بسهوله وبصوره امنه وصحيه، بالذات بالتعاون مع بنك الطعام اللي بيضمن جوده الاكل ده. الابلكيشن بينزل بصوره بسيطه جدا، لو اي حد معاه سمارت فون يقدر يدخل على متجر الالعاب اللي هو جوجل بلاي او الاب ستور، يقدر ان هو يكتب ويستلس ايجيبت، هينزل الابلكيشن على الموبايل بتاعه. اول ما بيفتح الابلكيشن بيختار نوع التبرع، بيحدد مكانه على الخريطه، بيصور الاكل، بيبتدي يكتب معلومات بسيطه جدا عن نوع الاكل، الكميه بتاعته، رقم العماره، رقم الشقه وهكذا. وعلى طول اول ما بيبعت الريكوست او اول ما بيسبميت الاوردر بيبعت الطلب، بنبتدي ان احنا نوصله مع مندوب من بنك الطعام يقدر ان هو يتاكد ان الاكل صحي وامن وجاهز للاستهلاك، ونوصله من الشخص ده لشخص محتاجه. الابلكيشن احنا عاملينه هو متاح بالانجليزي وبالعربي، ومتاح بطريقه سهله جدا من غير اي تعقيد. المصطلحات اللي فيه كلها بسيطه، اي حد يقدر يفهمها، سواء شخص كبير شخص صغير، كل الموضوع بسيط جدا، بيفتح خطواته سهله وواضحه، يقدر ان هو يملى البيانات عن الحاجه اللي هو هيتبرع بيها، يحدد نوعها ويصورها. الموضوع ما بياخدش 5 دقائق، ما بياخدش دقيقه واحده. احنا هدفنا الابلكيشن
الابلكيشن ده ينتشر وان احنا نساعد بنك الطعام في مهمته للقضاء على الجوع. واحنا طبعا اكيد هنكون سعداء لو الابلكيشن ده انتشر اكتر ولو الابلكيشن ده قدر ان هو يساهم في فعلا تقليل الجوع وتقليل الاهدار في مصر، لان هو ده هدفنا من البدايه واحنا مبسوطين اكيد ان احنا نحقق هدفنا. تقريرنا اللي جاي ده هو عنوان زي ما دايما بنقول تحدي الإعاقة أو إزاي تحول الإعاقة لطاقة، ولكن هو كمان كان تحدي لظروف كتير. حكاية التقرير ده عن زوج وزوجة، سمير وهبة. سمير وهبة فقدوا حاسة البصر، هما مكفوفين هما الاتنين، فلما حبوا ان هم يرتبطوا ويتجوزوا طبعا اهلهم رفضوا لان هم الاثنين مكفوفين. يعني دايما في الغالب بتلاقي ممكن حد يعني كفيف بيتجوز واحده مبصره او العكس، ولكن ان يكونوا هم الاثنين مكفوفين فاكيد الظروف هتبقى اصعب كتير واكيد هتبقى التحديات اكبر، ولكن هم ما استسلموش لاعاقتهم واصروا ان هم يتجوزوا واصروا ان هم يبنوا بيتهم بنفسهم وان هم يشتغلوا وان هم يعني يعيشوا حياتهم زي ما هم هيقرروها. اتجوزوا فعلا وربنا رزقهم بتوأم وبداوا يعني اتعلموا شغلة البامبو اللي هي الشغل اللي هو بتنبيل سبيتا وكذا وكذا، وبرعوا فيها قوي وبداوا يعملوا شغل مميز جدا ويعملوا منه حاجات حلوه جدا ويعيشوا منها ويصرفوا بيها على اولادهم، ولكن اكيد ما زال عندهم احلام. اكيد دايما اي حد بيتحدى تحديات وظروف صعبه قوي بيبقى محتاج دايما ايد تساعد، محتاج حد يعني يقول له انتوا فين، ممكن نساعدك بايه، ولو حتى ولو بشيء بسيط. تعالوا معانا نشوف تقريرنا عن سمير وهبه وازاي ممكن يكونوا هما الاثنين يعني فاقدين اهم حاسه من الحواس اللي ممكن يعيش بيها الانسان، وازاي ممكن يكون هما عندهم الظروف دي ويقدروا يتحدوها ويقدروا ان هما يربوا اولادهم وينفقوا عليهم بنفسهم. تعالوا معانا نشوف ونرجع تاني. اسمي سمير جابر فهيم من عزبة خير الله البساتين، عمري 39 سنة، متزوج، عندي فاطمة ومحمود توأم، عندهم 5 سنين ونص، يعني يعتبر على دخول المدارس بإذن الله السنة الجاية. بدأت مجالي دوت من 5 سنين، مجال البامبو. اللي علمني بداية المبادئ بتاعته كانت زوجتي، ما تعلمتش في مراكز ولا حاجة. بعد ما كفيت البصر انا اشتغلت في الكارو وفي كسورات الحريم، بس ما كنت بطولي في الحاجات دي، فهو ده كان سبب الفشل. انا بقالي كف بصر بقالي دلوقتي 17 سنة، كان بخار مادة كاوية. كنت كاتب كتابي على بنت قعدت 4 سنين، سنتين كانوا قبل ما تحصل لي كف البصر وسنتين بعدها. وبعد ما اشتغلت في الكار ووقفت على رجليا وجهزت لها كل حاجه طلبت الطلاق، رحت موفلها طلبها على طول. يعني عدت بيا ظروف كتير. ام محمود كان يعتبر كانت في اواخر يعني 2010 اتعرفت عليها وانا عايش في الشارع. عشت في الشارع جت بسبب يعني اضطهاد اخواتي ليا، ويعني حكم النفس عن نفسي وحش قوي، أسوأ حاجة في الدنيا، هو زيه زي الاحتلال، حكم النفس عن نفس. وبصراحة الواحد ما يحب الحرية،
كل حاجة أي حد يتخيلها أخوات عملوها فيا. شاب كفيف راح يتقدم لعروسة كفيفة، الأهل يقول لك أنتوا إزاي هتعيشوا مع بعض؟ أنتوا إزاي هتخدموا بعض؟ ده ربنا اللي قادر على كل شيء. نفس الكلام اتقال لي واعترضوا، حماية وقف جنبي، اتجوزنا وعشنا وتمام، جينا في الأولاد، قال لك لا مش هتعرفوا تربوا أولادكم. طب يا جماعة المهم برضو جبناهم من شهر ونص كده وحد، لأن الحمد لله احنا اللي ربنا أولادنا بإيدينا ومحد ساعدنا في تربية أولادنا خالص، الحمد لله ربنا معانا من أول السكة الحمد لله. أكتر حاجة تعبتني لما نزلت مجتمع المكفين لقيته مبنى على التسول، التسول بس بمعنى إيه؟ 20 جنيه فلان بيطلعها لمئة كفيف عشان يهرب من الضرايب، فلان بيطلع 50 جنيه برضو نفس الكلام عشان البند اللي في قانون الضرايب الوعي الضريبي ده، فكله بيلعب على الوتر ده وبيذلوا الواحد، يعني بيذلوا المكفوفين على 50 وال 20 والكلام دوت. بصراحه اعتبرتها كده تسول. فبعد ما جم ولادي حاولت ان انا وزوجتي نفكر في ان احنا نعمل حاجه واحنا قاعدين في البيت. انا تفصيل جلد طبيعي محفظه وحزام وممكن اعمل اي جراب. ابتديت اطور بقى من ثبت الغسيل لدرج، ما عملت له درج للمشابك. بعد كده جينا هنا لما نزلت في ماسكة راسي هنا عزبة خير الله، طورت بقى بوفات بسحارات، عملت ركنة بامبو المهندس ديكور في 2016، ولا اتعملت جوه مصر ولا بره مصر. نفسي مش نفضل كده انا وصنعتي كده محبوسين، لا نفسي شباب تتعلم، مكفوفين ومبصرين، وفي مكفوفين عايزين والله يتعلموا، بس ما فيش متاح لينا ان احنا نقدر نعمل مدرسة صغننة حتى للبامبو. الناس لسه ما وصلاش يعني ايه ثقافة العمل اليدوي. صنعة ميتة من التسعينات، ما كانتش كده يعني، ميتة في الكراسي، لكن شغل الرفيع ده اول واحد يبتدي يعمله كده بتشكيلاته باستنباطه بقلوبة مثلث مدور لعبد الله. انا نفسي بجد حد يساعدني في موضوع شقتي في محافظة القاهرة، عشان انا مقدم من 2007 واجراء بعث مستعجل من 2009، فيعني رجاء ونداء لمحافظة القاهرة ان انا نفسي احصل على شقتي بجد، عشان تعبت من الايجار، تعبت واتبهدلت انا وولادي في ثلاث سنين اربع شقق. بصراحة موضوع الخوف دوت وموضوع يعني عدم الإرادة أو الصعب والمستحيل دول أنا شايلهم من قاموسي خالص. اسمي هبة محمود أحمد محمود، سن 37 سنة، ومعايا فاطمة ومحمود توأم. تعلمت أنا كفيفة وأنا عندي 3 سنين ونص. تعلمت في مركز البنات مهنة البامبو، اتعرفت على سمير آخر 2010. بعد كده اتجوزنا في 2011. بعد كده لما جه فاطمه ومحمود توأم، هو كان غاوي مهنه جلد طبيعي وانا كنت غاوي مهنه البامبو، وعلمته الجدل وهو علمني الطبيخ. دورت عليكم عشان اخبط على بابكم ان انتوا بتساعدوا الناس نماذج مشرفه، بتساعدوا اي واحده محتاجه جهاز محتاجه اي حاجه بتساعدوها. واستاذه وفاء طولان بصراحه يعني انسانه كويسه جدا، ما بتسيبش يعني اي حد محتاج حاجه بتعملها له، من رجال اعمال من اي حاجه هي بتعملها له بصراحه. طلعت لي حمى شوكيه على عيني، كان عندي سخونيه وثلاث سنين ونص، وعملت عمليات في العين اليمنى والشمال، احد طلاب القصر العيني قفله، بقى لي 8 سنين متجوزه. والله ما عاد يقولوا انت هتتجوز ازاي، هتعيش ازاي، انت ما بتعرفيش تعملي حاجه، انت طب الا تتعاملوا معاهم. قلت لهم عادي زي اي اتنين بيتجوزوا، وبعد كده عادي اتعاملنا عادي، والاولاد برضو كانوا عايزين ياخدوهم. وبعد كده اما جينا قلت لهم لا، وهو قال لهم لا، ان هي هنربي اولادنا بايدينا. تربيه التوام يعني عادي،
ما فيش صعب ولا مستحيل قدام كفيفة. والله نفسي يتعلموا ويطلعوا مهندسين ديكور او اي حاجة هم عايزينها وبعد كده يتعلموا الجدل ده. لا الناس عادي بتتعامل مع كفيف، انما في الشارع للأسف لا ما فيش. يعني مثلا انا كل وحدي واقول لحد عديني ما بيقدنيش الا بعد صعوبة بالطريق، انما كشغل لا عادي بيتعاملوا عادي وبيشتروا عادي، بس اوردر طياري احد كده لو معرض بس ما بعناش في المعرض دوت. لا ما فيش حاجه واقفه قدامي ولا صعب ولا مستحيل. وعاملين ديكور لسه عاملينه من احد شهرين او ثلاثه، ومع يعني موجود هنا اهوت، وبنعمل اي ديكور احنا عايزينه. انا ليا طلب عند وزاره التضامن الاجتماعي ان هي تسوق لنا منتجنا، ولا اقل ولا اكتر، ولا اكتر ولا اقل، يعني هي تسوق لنا منتجنا وخلاص. نفسي حد من رجال الاعمال يساعدني ان انا يرحمني من الايجار، كل شهر بدفع 800 جنيه يعني، وجايبه حاجات بالقسط، ويعني اقول لك ايه، في حاجات ما دفعتهاش. ونفسي اعلم اولادي، ونفسي اقدم لهم المدرسه في شهر 6. نفسي استقر في يعني في بيت ملكي عشان اولادي ما تحترش، يعني انا بقيت عفش بيتي عشان انا من الظروف بقاله 5 سنين أو 7 سنين مرتبه بيزيد 7% لحد ما وصل 820 جنيه. اما قال يطلب منك حاجة اقولك انا عايزها، قلت له ما معيش، هتعمل ايه؟ انا ما نفسيش في حاجة لنفسي، انا نفسي حاجة للعيالين دول. العيالين دول مش محتطوش من كل شقة لشقة ومن كل بيت لبيت، لا نفسي العيال دي يعني يعيشوا من غير ان هما يعني ندفع ايجار كل شهر والكلام ده. مش ذنبهم ان هما اتولدوا اب وامه مكفوفين، نفسي يعيشوا زي اي طفل عادي ويتعاملوا زي اي اطفال عادية. والله يعني املي في ربنا كبير ان يعني اي حد هيسمعكم هيسمعنا، يعني بصراحة انه بصراحة يعني هيفكر فينا، و فأملنا في ربنا كبير جدا. أكيد وأنتوا بتشوفوا التقرير بتاع سمير وهبة مشاعركم مختلطة، زي تبقى مش عارف يعني، تبقى حاسس أحاسيس داخلة في بعض، وفي نفس الوقت قد إيه هم عندهم قوة وإرادة وعندهم عزة نفس، وفي نفس الوقت محدش متكاتف معاهم ومحتاجين أي حد يعني يقف جنبهم. حقهم إن هم يكون عندهم شقة، يعني انا يعني بناشد محافظه القاهره، وان شاء الله يعني باذن الله نتابع ده يا سمير، ان شاء الله نشوف مع المحافظه يعني الشقه بتاعتك وازاي ممكن يعني يكون لك دور فيها. اكيد من حقكم ان يكون ليك انت واولادك شقه، من حقكم ان انتوا كمان يعني يكون ليكم، انا ما اعرفش هل في وزاره التضامن يعني ممكن برضو نتواصل معاهم، هم متعاونين معانا جدا، نشوف برضو ازاي ممكن يعني يكون في مساعده ليكم، مساعدة من كل المجتمع، مش فقط الهيئات والمنظمات والوزارات، ولكن أيضا من المجتمع المدني كله. المفروض إن احنا نشوف أسرة زي كده عندهم قد إيه كرامة وعزة، وقد إيه هم يعني ما تسولوش، هو شاف إن هو ياخد الإعانة دي فيها إهانة دي،
وطبعا انا اتكلمت في الموضوع ده كتير، اللي هم الشركات واللي هي المفروض بيلزمها القانون بان ب 5% ان هي ما بتشغلش كل واحد عنده ذي اعاقه، كل الناس اللي عندهم اعاقه ما بتشغلوش، بتبعت لهم ظرف فيه 50 جنيه فعلا زي ما هو قال. طبعا ما اعرفش ال 20 جنيه دي يعني اكيد حاجه يعني اي 20 جنيه دي مش عارفه بصراحه يعني. فهو ان هو يكون يعني شاف ان هو ياخد ده، فده شايف ان هو فيها اهانه ليه وان ده تسول، ولكن هو عايز يشتغل وعايز يعيش حياته وشايف ان هو الاعاقه الابتلاء اللي جاله ده خلاص ده ربنا ابتلى بيه، ولكن هو مش شايفه، هو مش شايف الابتلاء ده، هو شايف ان هو قادر على قد ايه. شوفوا يعني الناس اللي هي الاصحاء اللي هي بتشتكي من كذا ومن كذا، شوفوا حالات ناس تانية بتفقد حاسه من اهم الحواس اللي هو يعيش بيها البني ادم، ولكن هي تصر انها تعيش حياتها بشكل طبيعي وان هم يتجوزوا ويخلفوا ويربوا اولادهم، ولكن محتاجين للمساعده. ده انا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، يعني اذا كان سمير وهبه سامعيني دلوقتي ان شاء الله ربنا يرزقنا برزقكم ونقدر نساعدكم ان شاء الله، يعني باذن الله نشوف اللي جاي ايه معاكم، وباذن الله احنا مش هنسيبكم من النهارده، ربنا يعني يكرمكم ويجازيكم كل خير ويزيدكم عزه وكرامه ويوسع رزقكم ان شاء الله، ويرزقكم برزق اولادكم، وان شاء الله اولادكم يخشوا المدرسه وتشوفوهم يعني احسن ولاد في الدنيا باذن الله تعالى. يعني انا اتمنى ان اي حد شاف تقرير بتاع سمير وهبه ويعني شايف ان هم الناس دي تستحق فعلا، وهم فعلا يستحقوا. يعني انا كواحده عاديه، يعني سيبكم بقى من انا اللي قاعده على الكرسي ده، انا كمشاهده عاديه وكمواطنه عاديه، هم يستحقوا فعلا ان احنا نقف جنبهم ونمد ليهم ايد العون عشان يقدروا يعيشوا حياه كريمه اللي هم بيتمنوها بيرجوها، هم مش عايزين يعيشوا عيشه التسول والاهانه. ربنا يعزهم ويبارك فيهم يا رب. تقريرنا اللي جاي من فترة كده لو تفتكروا، كنت أنا داخلة مدينة الإنتاج وقابلت يعني أسرة، راجل ومراته وولاده، وكان اسمه حسام، وكانت مراته برضو عندها فقد البصر يعني ومريضة، وهو كان مريض جدا، وقع مش عارف على ما أتذكر وقع كان بيركب حاجة أو بيعمل حاجة، وقع من على السقالة وعنده حصل له برضو إعاقة، كانت ظروفهم صعبة جدا، بدأ إن هو ما يقدرش يدفع الشقة، بقى في الشارع، وكانوا قاعدين عند الكوبري تحت الكوبري اللي قدام مدينة الإنتاج عندنا هنا قدام البوابة، وكان حتى اللي بيعطف عليهم أمناء الشرطة الضباط اللي موجودين الدوريات اللي بتعدي هم اللي بيعطفوا عليهم، وكانوا قاعدين في الشارع في عز البرد على فكرة، كانوا قاعدين في الشارع حتى ما عندهمش أي حاجة تقويهم. حسام دخل مداخلة يوميها، وفضل المولى عز وجل وربنا سخر لنا يعني أحد المشاهدين الكرام اللي هو ساعتها على طول بعد ما مداخلة حسام اتصل بينا وقال ان هو هيتبرع له بشقه في مدينه 6 اكتوبر، وان هو هيدفع الايجار لمده سنه على ما اعتقد لحد ما حسام يقف على رجله، وان شاء الله يعني يقدر بعد كده يدفع، او اذا كان هيكمل معاه، او ان هو حسام يقدر يشتغل بعد كده ويقدر يدفع الايجار. تعالوا نشوف تقريرنا عن حسام، وهل فعلا الشقه يعني فرقت معاه، وهل هو في لسه محتاج حاجات تانية او طلبات تانية؟ تعالوا معانا نشوف ونرجع تاني. بشتغل بعلق انوار الزينه بتاعت رمضان، وانا بعلق الزينه بتاعت رمضان بشد الحبل كده، كان الهواء اقوى مني، الهواء راح جاي شاددني، وقعت من الدور التالت، وقعت على رجلي ووقعت على ودني. فحضرتك رحت المستشفى فعملوا لي الاسعافات اللي هي الاوليه ديت، وقالوا لازم يعمل عمليه. قعدت فتره طبعا قبل ما ربنا كرمني وعملت الايه العمليه الاولانيه.
وفضل حضرتك العمليه اللي هي بتاعت رجلي والعمليه بتاعت ودني، دول هم اللي فاضلين. بس طبعا كان عندي كل حاجه في الشقه، يعني قبل ما يحصل معايا الحادثه ديت كنا عايشين، ما كانش في اي حاجه ناقصانا في البيت، كل حاجه كانت موجوده عندنا. انا قعدت 22 يوم في المستشفى، ولمؤاخذه دخلنا الشقه لقينا الشقه على البلاط، كل حاجه حضرتك اتسرقت، ما بقاش في اي حاجه خالص. فقعدت كذا شهر ما فيش دخل ولا في ايجار، لان كل حضرتك كلها علاجات واشاعات وحاجات زي كده حضرتك. فطبعا بعد كده ما بقاش في اي حاجه قدامي الا ان انا الراجل اللي صاحب الشقه ان هو يمشيني عشان ما فيش فلوس للايجار. فحضرتك اضطريت ان انا اروح فين؟ اروح عند مدينه الانتاج الاعلامي. قعدت انا والاولاد بتاع تقريبا بتاع 22 يوم قدام في الشارع انا والاولاد، وبالحاجه اللي هي اللي كانت موجوده معانا، لان حضرتك ما كانش فيه عزال طبعا، لان طبعا بعد ما طلعت من الحادثه ما كانش فيه اي حاجه فاضله خالص. فقعدت اللي ربنا يكرمنا مثلا يجيب لنا بطانيه، اللي يجيب لنا مثلا لقمه. كان في حضرتك واحد كل يوم الصبح كان بيجي من المدينه، الله يبارك له يعني، وبشكر ناس كتير قوي، وبشكر الاستاذه وفاء وقفت معانا. حضرتك انا اول ما رحت عند بوابه 2 بصراحه الله يبارك لها ما سابتنيش، وقفت جنبي وقالت لي ان شاء الله بقدر الامكان هنشوف لك الشقه، والله يبارك لها. وقفت معايا لحد ما جابت لي الشقه، وانا بشكرها وبشكر كل البرنامج اللي هو مصر احلى، وبشكر كل الناس اللي هي اللي وقفت معايا اللي هم ساعدوني، اللي هو حضرتك الباشمهندس اللي هو ساعدنا بالشقه، اللي دفع الايجار بتاع الشقه، وبشكره جدا يعني، لان حضرتك حتى ما رضيش حتى يقول على اسمه. فانا بشكر الناس اللي هي بتعمل لله بدون ما تتباهى، بدون ما تقول انا عملت، لان اللي بيعمل ده بيعمل لربنا، مش بيعمل لاي حاجه، وبيعمل عشان الاطفال دي، لان حضرتك زي ما انت شايفه ما فيش اصلا دخل ولا في لنا اي حاجه. حضرتك شفت احنا بنعمل اكل على النار بره. حضرتك العيال ديت بتروح المدرسه، عشان يروحوا المدرسه ويرجعوا كل يوم الصبح 15 جنيه الصبح و15 جنيه الظهر، يعني 30 جنيه في اليوم، 30 جنيه يعني 900 جنيه في الشهر، وانا ما فيش دخل ليه. حضرتك في اوقات يعني اوقات بنطلع نشوف الناس كده، اوقات واحد يقف لنا بعربيه ملاكي، واحد يقف لنا بتريسيكل، بنصعب عليه عشان يودي العيال المدرسه. فحضرتك وزوجتي نظرها ما فيش خالص. انا حضرتك كل اللي انا محتاجه دلوقتي حاليا، انا محتاج بس تريسيكل اقدر اشتغل بيه. هقدر اشتغل بيه يا عم، لو مؤاخذه حديده كده وقت ما كانت فرامل، وانا بعرف اسوق كويس عادي، ما فيش مشكله. هقدر اودي اولادي المدرسه، بعد ما اودهم المدرسه هنتظرهم بره، هجيب مثلا لمؤاخذه كوبايه شاي، اجيب صينيات بلاستيك، اي حاجه ان انا هبيعها ربنا يرزقني منها، اجيب تيشرتين بتاع اطفال، حاجات ديت. ان اول ما يخلصوا المدرسه اكون خلصت ايه؟ خلصت شغلي، يبقى في حسنه داخله لي كل يوم. اقدر انا من خلال القرشين اللي هيجوا لي دول اللي انا اقدر احوشهم، اقدر اعمل عمليه الودن ديت. حضرتك انا عندي ودن اهي ومعايا التقرير بتاعها، وحضرتك قالوا تحتاج اشاعتين مقطعيه، وبعد كده تحتاج عمليه، هتصرف لها بتاع 10,000 جنيه. انا كل همي ان انا كنت اقعد انا واولادي في مكان يبقى مقفل علينا باب، احسن ما احنا كنا قاعدين في الشارع وخايفين من كل حاجه، خايف لا طفل يضيع مني، خايف لحاجه تحصل. حضرتك احنا كنا قاعدين على يمنا طريق سريع وعلى شمالنا طريق سريع وفوقنا كوبري، وانت عارف حضرتك السواقين بتبقى ماشيه، ما حدش يعرف ان في حد اصلا قاعد هنا. فكل هم ان احنا كان يبقى لنا مكان. فانا حضرتك الحمد لله انا مبسوط ان انا بقت لنا مكان لحد ما ربنا يسهلها ويفكها من عنده بس. وعايز ان انا اشتغل، مش عايز اخد حاجه من حد، انا عايز ربنا يسهل لي كده واقدر ان انا اساعد نفسي بنفسي. انا كل اللي انا عايزه بس عايز بس دفع بس ان انا جبت ريسيكل، وبعد كده انا مش هحتاج حاجه من حد. اسمي بسمه، عندي 27 سنه، بقالي 13 سنه متجوزة. اول الحال كان عادي وكنا كويسين، ما كانش في حاجه، وبدا نظري يتسحب شويه بشويه. دي كل يوم كنت عياط ومش عارفه هو في ايه، وكل شويه يدخلوه الاوضه ويقفلوا عليه وما تخشوش جوه. فجي بقى قلت يعني، لما جيت في الاخر قعدت ازعق مع الدكتور، وقال لي هنعمل له عمليه في رجليه، وايه وممكن بعديها باسبوع تمشوا. طبعا انا قاعده في المستشفى بالثلاث عيال، ولا عارفه اروح ولا عارفه اجي ولا عارفه حتى اروح الشقه. فجي في الاخر جيت لما جينا خرجنا، فبقول له تعالى هنطلع على الشقه. قال لي مش عارف هنروح الشقه ولا نروح عند والدتك. قلت له لا تعالى نروح على الشقه.
طلعنا خدنا بعضنا وطلعنا انا والثلاث عيال وهو، وطلعنا على الشقه بنفتح الباب، جينا بنحط المفتاح في الباب لقينا الباب مفتوح ما فيش حاجه خالص. طبعا من الزعل وكده وقعدت اخبط على عينيا وعلى وشي فراح خالص، يعني يا دوب ان انا ممكن اشوف النور بس. كل اللي احنا محتاجينه زي ما انتم شايفين الشقه لا فيها حاجه، بس مش عايزين ده كله، انا مش عايزين الحاجات دي، بس عايزين حاجه تجيب لنا تدخل لنا جنيه على قد ما بقدر كده، يعني بغير لهم ماشي بسرح لهم، اكتر من كده لا. هو اللي بيعمل الاكل زي ما انتم شفتوا كده بره عامل نار، هو اللي بيعمل الاكل. جت واحده قالت لي طالما هي دكتوره، قالت لي طالما عينيكي ملهاش علاج روحي اعملي كارنيه الاعاقه ده علشان تاخدي بيه معاش. جيت رحت عملته، طبعا في الشيخ دوت جه قال لي هجيب لك شقه بعد ما عملت الكارنيه يعني بسنه. فطبعا ما جريتش ولا قبضت ولا عملت حاجه، فقلت هحاول اجري على القبض بتاعه، ما فيش. حاولت ان انا اجري عليه على قد ما اقدر وبصراحه تعبت مصاريف ومفيش دخل ومفيش حاجه، فقلت خلاص هو ونصيبه. جه ما جاش خلاص. لا عملت الكارنيه بس ما بقبضش بيه جنيه. جه الشيخ دوت قال لي في شقق وانا هجيب لكم شقه، وقال لي هاتي بس كل اللي انا محتاجه منك الختم والشهاده بتاعتك. قلت له حاضر، طب اتصل على حسام اقول له. قال لي لا ابقي فرحيه بعد كده هجيب لك شقه على الايه على الكارنيه بتاعي. طبعا عشان نظري ضعيفه عشان اقرا الورق بقرب الورق على عينيا ما بشوفوش. انا ما فيش يعني لا يعني، بس لو مثلا قربت شويه على عينيا بس باخد وقت، يعني باخد مثلا ربع ساعه عقبال ما اقرا كلمه. ما فيش. فبحاول ان انا ايه اشوف الورق. قلت له خلاص توكل على الله. رحت خاتمه بالختم ورحت مدياله صوره الشهاده. جيت بعد كده رحت عشان اجري على الورق بتاع الكارنيه عشان يجيب لي معاش. قالوا لي ده انت متامن عليكي في مطروح. رحت الشؤون قالوا لي متامن عليكي في مطروح. رحت التامينات قالوا لي متامن عليكي في مطروح. طب اعمل ايه عشان الغي التامينات؟ قالوا لي لازم تروحي مطروح يعملوا لك بحث وتعملي اخلاء اداري. طب انا هعمل ايه؟ اروح في مطروح فين؟ اتضح ان هو مامن عليا عشان خاطر ياخد كارت ان انا شغاله عنده. انا ما بشتغلش. حاولنا نعرف مكانه ونعرف عنوانه. لما اتصلنا على الرقم اللي هو كان مديهولنا طلع مرفوع من الخدمه. ملناش حد، ملناش غير ربنا، وربنا هو اللي متولي امورنا في كل حاجه. احنا كل اللي احنا عايزينه لو كارنيه ماشي اهو يدخل لنا جنيه. لو ربنا قدركم تقدروا ان انتوا مثلا تجيبوا لنا التروسيكل يقدر يشتغل عليه يدخل لنا بيه جنيه. مفيش دخل لينا، مفيش دخل خالص. الجنيه اللي بيجي لو الجنيه اللي بيطلع ما بيخشش بداله. اسمي سيد حسن علي وحرس العقار 30 اللي هو ساكن فيه عم حسام اللي هو المعوق هو ومراته. أول ما جم هنا وتعرفت على حالتهم وسيادتك بدخلوا الحمام بحميه، ومراتي بتساعد مراته اللي واخدة بتغسل لها هدومها وبتحميها، وبجيب له من أهل الخير اللي نقدر عليه. وسيادتك زي ما أنت شايفة كده لا فرشة ولا غطاء ولا حصير ولا بوتاجاز، بيسوي الأكل على في الشارع وعلى البلاستيك وعلى القرف اللي أنت شايفها. احنا نطلب من صاحبات القلوب الرحيمه ان يبص للراجل ده واسرته بعين العطف. كل اللي طالبينه من الله ان يعيش عيشه كريمه لا اكتر ولا اقل. وربنا يستر عليكم يا رب ويجعلكم عونا للفقراء والمساكين يا رب. طبعا يعني
ممكن تكون القصتين سمير وهبة وحسام وزوجته برضو الاثنين محتاجين فعلا دعم لسه، يعني اذا كان هم في خطوات، ان حتى احنا بفضل الله، واذا كان في حد مده بالشقه يعني تستروا اربع حيطان ينسطرينه هو واولاده، ولكن احتياجاته الثانيه برضو مهمه جدا جدا، محتاج مثلا يعني حاجه يناموا عليها، محتاج غطاء، محتاج حاجه يعني مصدر رزق يشتغل منه. وانا يعني باحيل للحالتين دول، اولا وزاره التضامن على الاقل دول المستحقين جدا للمعاش التضامن الاجتماعي، يعني في يعني اذا كنا بنتكلم عن المستحقين فهم دول المستحقين، يعني مش هتكلم على ان في ناس ممكن بتاخد وبتشتغل، ناهيك عن اللي هو ممكن يكونوا في ناس فعلا بتاخد المعاش وظروفها كذا وكذا، ولكن دول اكتر يعني الاكثر استحقاقا. فانا يعني بحيل الحالتين دول لوزاره التضامن، محتاجين فعلا ان احنا يعني على الاقل يبقى ليهم معاش مبدئيا، باذن الله تعالى نشوف يعني اي من المؤسسات اللي هي تحب تساعد معانا ان شاء الله نسعى فيها باذن الله تعالى. ولو في حد من مشاهدينا الكرام عايز يتواصل معاهم نقدر نوصلهم، يعني مشروع صغير مش هيتكلف مبلغ كبير، انه يبقى عنده مثلا تروسيكل يشتغل عليه ولا حاجه، هو معاق وزوجته ايضا معاقه، يعني هما تقريبا القصتين شبه بعض، والاثنين محتاجين جدا، والاثنين عندهم اطفال، والاثنين عايزين يعيشوا حياه كريمه. فيعني اتمنى اذا كان اي حد عايز يساعد اي من الاسرتين يتواصل معانا، واحنا ان شاء الله نوصله بيهم على طول. وزي ما قلت لكم قبل كده وبكررها مرارا وتكرارا، انا لا اتقبل التبرعات، اي حد يعني، وما عندناش رقم حساب، اي حد عايز يتواصل مع الحاله ربنا يجازيكم كل خير. انا ما عليا ان احنا بنقوم بواجبنا، وان احنا نعمل ونساعد ونعمل خطوات لقدام، وما بنطلعش حالات نقول احنا محتاجين لدي حاجات، يعني عفوا لا نتسول على اي حالات، احنا بنطلع الحالات بعد ما بندعمها. اي حاله بتجيلنا بنحاول نشوف هنعمل معاها ايه. عمري من ساعه ما طلعنا ببرنامج مصر احلى من اربع سنين لحد دلوقتي ما طلعنا حاله واحده وقعدنا نعيط جنبها ونقول دي محتاجه. احنا بندعم الحاله وبنعمل اللي احنا مفروض نعمله، بنوريكم على الشاشه ان احنا قدرنا نعمل ونساعد بمساعده طبعا كل الناس الكرام وكل مشاهدينا الكرام وكل المؤسسات الجاده المحترمه. اذا كان في حد يكمل عايز يكمل مساعده فده ان شاء الله يكون في خير وبركه، ويكون الخير جاي لنا كلنا، ان انا شاورت لكم على حاله وانتوا شفتوها بعينيكم. لان في ناس كتيره قوي بتسالني عايزين حالات فعلا صعبه، عايزين مش عارف ايه، الحالات الصعبه كتيره جدا والناس المستحقه كتيره جدا، واهالينا اللي محتاجين ان هم يعني نعزهم وربنا يعني يعيننا على عزتهم، لان دول اللي ربنا هيسالنا عنهم، ودول اللي ربنا هيحاسبنا عليهم، ودول اللي ربنا هيثيبنا عليهم. انت مجرد، وخلي بالك خلي بالكم من حاجه، ما نقص مال عبد من صدقه، انت مجرد ما ان انت يعني ده انت ربنا بيضاعف لمن يشاء، انت مجرد ما بتساعد حد من اهالينا دول، مجرد ان انت مش شرط حتى تساعده بفلوس، انت ممكن تروح تدعمه بمثلا باي حاجات عندك زياده، وكلنا عندنا حاجات زياده كتير في بيتنا ممكن ان احنا نساعد بيها حد محتاج. هو ده التكاتف والتكافل اللي احنا محتاجينه في وقت الازمه، حتى لو انت في ظروف صعبه، انت مجرد ما بتعمل كده ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف لك، وربنا سبحانه وتعالى بيوقف لك ناس تانية، يعني فعلا في وقت اي ابتلاء ربنا يعافينا يا رب من اي ابتلاء، يعني ويرفع عنك الابتلاء، وتكون مثلا اذا كان بنيه شفاء مرض، اذا كان بنيه تفريج هم، اذا كانت بنيه سعه رزق، اي نيه انت بتسعى ليها بربنا وبتبقى النيه لله وبتعمل حاجه دي. وانا زي ما قلت لكم يعني انا منكم للناس دي، يعني انا مجرد بس حلقه وصل، ده بحب يعني بصراحه يعني ده يعني، وده كان بيزعل بعض الناس، ولكن بكررها، انا ما بحبش ان انا يعني اكون حلقه وصل في ان انا اخد ودي، لا انتوا اللي تدوا، وده هتاخد عليها اجر ان شاء الله. وانا اجري ان شاء الله يعني ان يكون احنا شاورنا لكم على اهالينا المستحقين اللي فعلا محتاجين ان احنا نساعدهم ونتكاتف معاهم. تعالوا نطلع فاصل، بعد الفاصل عندنا وقت كويس قوي ان احنا نستقبل فيها مداخلات حضراتكم، وفي اللي عايز يبعت رساله على اس ام اس 1415 هنستقبلها برده دلوقتي او يتصل عليها برده، ونستقبل كل مداخلاتكم ان شاء الله من بعد الفاصل لنهايه الحلقه. نطلع فاصل نرجع تاني. دا
دايما ربنا سبحانه وتعالى كده يجبرنا ويمن علينا برزقه ويمن علينا بكرمه، وقد ايه دايما بتكون في حالات يعني من اهالينا اللي فعلا بنقول عايزين ان احنا نتكاتف معاهم وكده، يلاقي ربنا يكرمنا بمشاهدينا الكرام ويبقى الفرحه كبيره جدا جدا. وقد ايه بقى الواحد يعني حاسس ان قلبه طاير للسماء. احنا معانا دلوقتي فاعل الخير، هو تواصل معانا على طول بعد التقرير وكان معانا في الفاصل. معانا فاعل الخير لحاله حسام. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك حضرتك. طبعا أنا بشكرك جدا على وأشكر البرنامج طبعا إنه بيعرض مثل الحالات دي طبعا بصراحة، ويا ريت إن يعني تعرض أكتر وأكتر بصراحة، لأن فعلا الناس دي لازم حد يبص لها بنظرة حتى أيا كان النوع من نوع المساعدات يعني بصراحة. ربنا يكرمك ويعزك. انت عايز تتواصل مع حسام؟ اتفضل. بالنسبه لحسام طبعا هتواصل معاه بحيث ان انا هوفر له التروسيكل ان هو برضه يحاول يظبط حاله. الله، ربنا يبارك فيك يا رب، دي احلى حاجه بقى، دي احلى حاجه. طب ده اقل حاجه نقدر نقدمها. والله دي احلى حاجه، وان شاء الله كلك صدقه جاريه يعني، ان شاء الله يعني يكفي ان انت هتعز اسره كامله وربنا يبارك فيك ان هو يعني انت هتوفر لهم مصدر رزق، فربنا ان شاء الله يجعلك يا رب، يجعلها ليك يا رب صدقه جاريه، ربنا يبارك فيك. امين يا رب. ده احنا كلنا مشاركين في هذا الثواب ده، وبشكركم طبعا. ربنا يكرمك. الاسباب اللي وصلتنا بالحاله اللي زي كده برضه، احنا في ناس كثيره مبهمه بالنسبه لنا ان احنا نقدر نوصل لها، واتمنى منكم ان انتم تبقوا بصفه مستمره بصراحه لمثل الحالات اللي زي كده كتير يعني بصراحه. ربنا يكرمك ويعزك. دول اهالينا واحنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نقدم لهم ازاي الاليات اللي هي تعزهم وتكرمهم، وهما بيبقوا يعني احنا اوريدي بنبقى عاملين لهم اللي احنا نقدر يعني نكفلهم بيه، ويمكن انتوا بقى اللي بتكملوا ده، فربنا يبارك فيكم. لان فعلا مصر فيها كتير حالات زي كده والله يعني. أيوة. فعلا مصر اللي هيدور هيلاقي فيها حاجات زي كده كتير ده، وفي ناس زينا يمكن احنا الواحد يمكن برضه زي ناس كتيره ان عندها الامكانيه نتساعد زي الحالات دي، فبس ممكن تبقى غايبه عنهم ان الناس مش شايفاهم، فبرضه بنشكركم المره الاخيره يعني. ربنا يكرمك يا رب. اتمنى ان اتواصل بس مع حسام برقم على طول دلوقتي، زمايلي في الاعداد هيدولك رقم حسام وتتواصل معاه، وربنا يبارك فيك يا رب. امين يا فندم. شكرا جدا. اشكرك. معانا عبد الجواد من الجيزه. الو الو. ايوه فندم، اهلا بيك، اتفضل. ربنا يخليك. انا دلوقتي عايز اتواصل مع الناس اللي هو الراجل عاوز العاكس ده، عايز اجيب لهم اساس، بس هل هم مكانهم فين عشان ايه اقدر اتواصل معاهم؟ اني واحد اللي هو حسام ولا اللي هم اللي هو مع العجاز مع العجاز؟ حسام برضو. ايوه عايز عايز تساعدهم هم. حضرتك عايز ايه؟ عايز اجيب لهم مثلا سرير للعيال وسرير ليه هو وكلاب. ربنا يبارك فيك يا رب، ويعني زي ما شكلهم كده قاعدين في الارض طبعا. ايوه ربنا يبارك فيك يا رب، ويعني يجعلها ستر ليك يا رب. هم في 6 اكتوبر. عشان 6 اكتوبر. هل المكان اقدر اتوسع؟ عشان سني يعني فوق ال 65 سنه، هل اقدر اروح او تديني عنوان وربنا يقدرني؟ ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحة والعافية. زمايلي يدولك دلوقتي رقمه وتتصل بيه وشوف طريقة التواصل ازاي، وحضرتك ممكن هتبعت بس عربية مش لازم تروح. طب هيدولك رقمه حالا، زمايلي يكلموك. وربنا يبارك فيك يا رب. برنامج جميل. ربنا يكرمك يا رب ويعزك. ربنا يكرمك. اشكرك جدا. اشكرك جدا. معانا فاعل خير. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه فعل خير، لو سمحت انا عايزه اتواصل مع حسام. تتواصلي مع مين؟ حسام. مع حسام. ايوه معاك. ايوه اتفضلي. حضرتك يعني عايزه تدعميه بحاجه صح؟ عايزه ادعمه بفلوس. طب ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يكرمك. زمايلي برضو هيدي لحضرتك دلوقتي التليفون حسام، تقدري تتواصلي معاه وربنا ان شاء الله يعني يجعلها ليكي اجر باذن الله تعالى. هو يعني معلش انا يعني ظروفي صعبه ما اقدرش اتواصل، هو يبعت لي حد ياخد الفلوس ولا اعمل ايه؟ معلش. هما بصي في اليه كده معينه هقول لك عليها كويسه، زمايلي ان شاء الله يقولوا لك عليها، او مثلا انا ممكن عادي اقولها ما فيهاش مشكله. بصي يعني في حاله ان احنا بيتعذر لنا ان احنا عايزين نبعت لحد، في طريقه دلوقتي عاملينها كويس قوي في البريد، بيبعت لك بطاقته، رقم بطاقته. طبعا سهله دلوقتي على كل سمارت فون، على الواتساب او كده، بتاخدي رقم البطاقه بتبعتي اي حد ما عند حضرتك البريد، بتبعتي له المبلغ بيستلمه في ساعتها.
طب ماشي عن طريق البريد يعني. يعني انا شايفه ان دي اسهل طريقه دايما يعني. صح. ومنك ليه بقى على طول ان شاء الله ربنا يجازيك كل خير. وكتر الف خيرك وشكرنا الاعداد وكتر الف خيرك. اشكرك جدا. جزاك الله كل خير. وجزاك يا رب بالمثل. زمايلي دلوقتي يدوا لك الرقم ان شاء الله. والله ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. ويعني كل حتى اللي هيتصل عارفه ان في ناس تانية هتتصل وفي ناس تانية هتحب تساعد. يا رب ربنا يبارك فيكم جميعا. واللي عايز برضو يساعد ما تنسوش سمير وهبه فعلا برضو هم كمان محتاجين المساعده وهم كمان ظروفهم صعبه جدا ولكن عندهم عزه نفس كده واباء وما رضيوش ان هم يمدوا ايديهم ولكن محتاجين اللي يساعدهم برضو محتاجين اللي هو يتواصل معاهم ويعني اكيد هم هتلاقي عندهم حاجات كتيره قوي برضو ناقصاهم خاصه ان عندهم برضو طفلين صغيرين يعني. فاللي عايز يعني يتواصل برضو مع حاله سمير وهبه نديكم ارقام تليفوناتهم وربنا يا رب يجعلها ليكم زي ما قلت لكم. هي دي بقى بتبقى الصدقات اللي فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها. بس انت طلعها بقى يعني اقول لكم على حاجه كويسه جدا طلعها بدايه يعني كل واحد هيطلع صدقه وكل واحد عايز يعني يساعد يعني اي حد من اهالينا المحتاجين دول يقول مثلا حد تعبان يقول يا رب دي بنيه الشفاء او يا رب دي بنيه سعه الرزق او يا رب يعني فك كربي او حل مشكله كذا او كذا بينك وبين ربنا وشوف بعدها ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك ازاي وازاي هيقضي لك امرك ازاي. ربنا يقضي حاجاتكم كلهم يا رب. معانا فاعل خير تاني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاعلة خير. أي فندم. أهلا بيك اتفضلي. أنا عاوزة عنوان حسام علشان أتبرع له بعفش بيته. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك. أنا بس عايزة بقى يعني في حد تاني برضو كان هيتبرع ممكن ننسق مع بعض دلوقتي زمايلي هيدوا لك رقم يدوا لك رقم حسام وإن شاء الله تقدر يعني لو بس في حد تاني هيعمل حاجة ممكن يعني انصحكم يعني يتبرع بعفش ممكن في فلوس كمان يعني ما فيش مشكله احنا نحاول بامر الله كده نظبطها له. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك ويجازيكي كل خير يا رب. اشكرك جدا. ربنا يفرجها علينا كلنا يا رب. ربنا يجازيكي كل خير. اشكرك جدا. ربنا يعني يجازيكم جميعا كلكم كل خير. ويعني هم يعني هو ده مشاهدين الكرام دايما كده يعني ما يعني ما يخذلونيش ودايما بحس قد ايه لما بتكون في يعني اي حد بنقول في يا جماعه هنا بلاقي سبحان الله ربنا قد ايه يعني بيسخر عباده الطيبين الكرام اللي زيكم. ربنا ان شاء الله يعني يجعلها في ميزان حسناتكم. معانا ام اميره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا استاذه. اهلا وسهلا. انت ام اميره. اتفضلي يا ام اميره قولي لي اميره عامله ايه دلوقتي. اميره والله محتاجه علاج طبيعي تعبانه جدا. تعبانه جدا جدا ومحتاجه حد يساعدني في العلاج الطبيعي عشان انا تعبانه على تعبها. يعني هي دلوقتي محتاجه العلاج الطبيعي ما عملتوش اي جلسات علاج طبيعي؟ لا انا بعمل لها جلسه وببطل 10. انا عايزه ثلاث جلسات في الاسبوع. بكام يا ام اميره؟ الجلسه ب 50 جنيه. الجلسه ب 50 جنيه؟ يعني الثلاثه ب 150؟ في الاسبوع. الاسبوع. طيب دي اميره افكركم بس بحاله اميره دي. اميره دي احنا كنا رحنا لها في رمضان وكانت حالتها كانت والدتها اتصلت بينا وقالت وكانت يعني جات لنا عند مدينه الانتاج وقالت ان عندها حاله نفسيه ان هي بتاكل شعرها علشان عندها مشكله في رجليها ما بتقدرش تمشي وهي بنت لسه يعني في مقتبل عمرها ولكن يعني ظروفها النفسيه اثرت عليها بقت تقطع في شعرها وتاكله اكل يعني. احنا بفضل الله وبمساعده مستشفى 6 اكتوبر ربنا يبارك فيهم ودينا اميره وراحت فعلا عملت العمليه عمليه عندها اعوجاج في رجليها ما بتقدرش تمشي بتمشي وتقع فعملوا لها العمليه والحمد لله العمليه نجحت ولكن يبقى الاهم يعني يبقى ان هي تعمل علاج طبيعي يعني العلاج الطبيعي ده اعتقد هو من اهم الخطوات والا هتبقى العمليه طبعا هي والدتها ما عندهاش المقدره الماليه ما عندهاش يعني سعه ان هي تقدر تدفع لها 150 جنيه في الاسبوع
فيعني يعني ربنا يبارك برضو في اي حد عايز يساعد اميره. معانا تليفونها ان شاء الله نقدر نوصلها بي يعني نوصلهم بيهم. ام اميره لسه معانا؟ ايوه يا استاذه، يا ريت حد يساعدني المشروع حتى اكل منه عيش واساعد اميره في علاجها، وعشان نفسيتها تعبانه وعماله تعيط. طيب انت يعني انت توقفتي عن الـ عن الـ عن العلاج الطبيعي علشان ظروفك لا تسمح يعني؟ عشان هي كمان عندها امتحانات، امتحانات اخر السنه وعايزه تروح وعماله تعيط تعيط جامد. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. واتمنى حد يكون سامعك دلوقتي يا ام اميره ويساعدك. وممكن حتى اللي عايز يساعدها مش لازم يدي لها الفلوس في ايديها، يشوف المركز العلاج الطبيعي ويدفع لها المبلغ اللي هو عدد الجلسات ده، وربنا يعني يشفيها ويعافيها. وهتبقى انت ساهمت يعني في شفاء بنت لسه في مقتبل العمر، لان هي ظروفها النفسيه برضو عندها يعني مشاكل لسه نفسيه، محتاجه برضو انها تتعالج نفسيا. فيعني اتمنى ان حد سامعك دلوقتي يا ام اميره ويقدر ان شاء الله يساعدك ونوصلك بيه على طول يعني من اي حد من مشاهدينا الكرام. ربنا ان شاء الله يعني يرزق باذن الله ويشفيها ويعافيها يا رب. اشكرك جدا. معنا احمد من الجيزه. وعليكم السلام. اهلا بيك اتفضل. معك احمد من الجيزه. اهلا بيك اتفضل. والله استاذ الرجل كنت محتاج مساعده من اهل الخير. نعم؟ كنت محتاج مساعده من اهل الخير. اتفضل. والله كنت عندي شلل نصفي، وانا عندي شاب عنده 24 سنه. وكنت حصل ان انا كنت عايز اجيب عربيه تبع مع وكيل. قلت ان انا عايز اشتغل عليها يعني ان انا اصرف عليها انا وولدي. كنت محتاج يعني على خير تساعدوني بس اي مبلغ ان انا اجيب اي عربيه معاكم، بس ان اشتغل عليها في السوق في اي حته بس. انا ما ينفعش اشتغل اي حاجه في اي مشروع الا الاستواجه. في ناس عندي شغل نصبي ما فيش خالص. وانا محتاج بس اي حد من على خير يساعدني باي مبلغ ان انا اجيب عربيه بس ان انا اشتغل عليها. طيب اتمنى ان يكون اي حد سمعك وعايز يساعدك يتواصل معاك ان شاء الله يا احمد. ربنا يعني يعينك باذن الله ويرزقك ان شاء الله باذن الله. انا اللي عايز يبعت لنا اي رسائل يا جماعه يبعت لنا على 1415 اللي هو يعني فيها الاس ام اس، او ان عايز يتصل بينا ان شاء الله على نفس الرقم ان شاء الله باذن الله نتواصل معاكم باذن الله. يعني انا عارفه ان ممكن يعني احتياجات الناس كتيره، وقد ايه الناس ممكن يعني تتعلق باشياء تبقى فعلا محتاجه اي حد يساعدها اي حد يساندها، وربنا يعني يعافي اي حد من اي ابتلاء. الابتلاءات دي يا جماعه محدش بقى عارف الابتلاء ده هيجي امتى، ومحدش عارف الابتلاء جاي ايه وشكله ايه، ومين هيقدر يقف جنبي ومين هيقدر يساعدني. لازم احنا يكون عندنا مدخرات، هي دي المدخرات، ان احنا بنحاول ان احنا نساعد وقت ما تكون احنا في الحاله اللي نقدر نساعد فيها في وقت القوه والقدره، علشان لا قدر الله اولا ممكن ربنا يعافيك اصلا من اي ابتلاء، ثانيا لو لا قدر الله في ابتلاء يخففه عنك، ثالثا حتى لو كان في ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى يرزقك من يساعدك ويسندك. كنت لسه يعني كنت كاتبه كده في دعاء كده كان ملازمني كده من امبارح عماله اقوله كتير قوي، وحتى كتبته على صفحتي على الفيسبوك. احنا يعني انا عايزه اقول لكم الدعاء ده قد ايه ممكن يكون جميل جدا، وهو شامل لكل ممكن الادعيه اللي انت تدعيها، وقلته لكم قبل كده وبحب اكرره تاني. احنا نقول اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاه نقبتك وجميع سخطك. انت بتدعي ربنا عن كل الابتلاءات وكل، لان محدش ماسك النعم بايده، محدش مالكها، محدش ضامنها، مش حكر ان انت قايم نايم بالنعم. يعني لو شفتوا النهارده بس الحالات اللي احنا شفناها بس النهارده اللي هم الاسرتين دول، يعني هم اذا كان الاب اللي حصل له حسام اللي حصل له مثلا وقع وكذا وكذا، هو حاجه قدريه كان لا يعلمها، لا يعلم الغيب الا الله، ما كانش هو كان ماشي وكان سليم ومراته كانت سليمه وكانت بتبصر، وسمير وهبه برضو كان كل واحد فيهم يعني حصل له الابتلاء ازاي.
فمحدش يعلم الابتلاء ده هيجيله امتى، فلازم ندعي ربنا ونحصن نفسنا، ربنا سبحانه وتعالى يعافينا جميعا يا رب من كل ابتلاء، ويعافي كل مرضانا يا رب العالمين، ويشفي كل مرضانا. يعني اتمنى ربنا سبحانه وتعالى يشفي كل مريض. بمناسبه موضوع حسام افتكرت حاجه، يعني الست اللي هي يعني مرات حسام، زوجة حسام، ان هي فقدت بصرها، ان هي تقريبا بتشوف بس النور، وان هي يعني دخلت في صف الفاقد البصر والمكفوفين المعاقه، فيعني زي اعاقه، فهو يستغلها. انا طبعا الكلام ده في الموضوع ده في وقتها، ولكن برضو هي بتحكي دلوقتي تاني، يعني افتكرت يعني اي من البشر، يعني ايه يعني، هل ازاي في ناس بتعمل، والله العظيم والله والله بقولها لكم صدقا اقسم بربي، يعني هو في ناس قلبها كده، يعني هو انت استغلت اعاقتها واستغلت يعني احتياجها، وهي في ظروفها الصعبه دي تاخد يعني وتاخد يعني تاخد، وبعدين بتقول لي شيخ، ما زال برضو بتقول لك شيخ، هي ما زالت بتقول شيخ، ومش عارفه شيخ ازاي، هو مش شيخ طبعا، هو حد برضو يعني ضحك عليها وخد وعمل ان هو هيجيب لها شقه علشان هو يستفيد من اعاقتها بحاجه، يعني اذا كان بقى اخد شقه اخد عربيه ما اعرفش عمل ايه يعني منه لله يعني، بس واضح ان هي بتقول يعني. ولكن اتمنى ان هم يتم التحقيق في هذه المساله ويشوفوا مين يعني ده، يعني من خلال بقى هشوف ده، انا عايزه نتابع ده، لو زمايلي فكروني يا جماعه بالموضوع ده، ان احنا نشوف مين اللي اخد الشقه باسمها، وده من خلال لو هي في شقه من خلال بقى وزاره الاسكان او محافظه القاهره، ونشوف يعني ويكون في تحقيق في ده ان هو ما خدتش هي حاجه، ويرجع ان هي المفروض من حقها ان يكون عندها، او مثلا يكون عندها اعانه او يكون عندها معاش وهكذا. وربنا يعافينا جميعا يا رب ويسلم قلوبنا. معانا مين؟ معانا عبد الله من الجيزه. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عفاف؟ اهلا بيك، اتفضل. الله يرجع، حصلت لي اصابه كده من شهرين يا فندم، كنت على دراعي ورحت المستشفى بالليل، فجبسوا لي دراعي فجبسوا غلط، فرحت بعد شهر بقى. معلش وضح الصوت تاني يا عبد الله، معلش الصوت انا يا مش سامع شويه محمود. اتفضل اتفضل. انا كنت واقف على دراعي شهرين ايه ده، حضرتك كنت واقف لنا على باب المدينه النهارده، اللي كنت واقف على باب المدينه. طيب ايوه فندم النهارده. طيب اتفضل يا عبد الله. انا يعني انت جالك حد من زمايلي في الاعداد صح؟ حصل يا فندم. طيب قول لي بقى ايه الموضوع. الله يبارك فيك. الله يكرمك. انا كنت واقف على دراعي ورحت المستشفى فاتجبس غلط، فرحت بعد شهر الورمانه ايه زي ما هو، فرحت عملت اشعه تاني، فالدكتور قال لي ده عايز محتاج شريحه ومسامير. فرحت طبعا ليه على خليك في الجبس لحد لما الكسر دوت يلم ونفتح لك تاني وركب لك الشريحه ومسامير. وانا يا فندم قاعد يا فندم الشغلانه، مش موظف ولا تامين ولا اي حاجه داخله لي خالص. انت بتشتغل ايه يا عبد الله؟ بتشتغل ايه؟ انا كنت شغال عمل في مصنع شبرا الخيمه. في مصنع في شبرا الخيمه. والحادثه دي حصلت لك اثناء الشغل ولا كنت فين؟ لا كنت رايح الشغل الصبح حوالي الساعه 5 الصبح. وانت ماشي وقعت يعني ولا ايه؟ وقعت من على السلم الدائري. وحصل لك الكسر ده. الكسر ده وليا شهرين دلوقتي وقدامنا حوالي شهرين ثاني يا فندم عقبال ما يعملوا لي العمليه ديت، ودوني للوزاره عملت تقرير على نفس الدوله. بس الدكتور دلوقتي قال لي قدامك شهرين لما الكسر دوت يلم ونفتح لك تاني عشان ايه يسحبوا لك صح. فانا قاعد يا فندم ايه قاعد من الشغل ومفيش وما عنديش دخل وعندي اولاد في مدارس. فمش عارف، انا لفيت البنوك كلها عشان اعمل منهم قرض، اعمل باقي مشروع عشان اقدر اصرف على بيتي وعيالي. ما كل بنك اروح يقول ايه بطاقه ضريبيه وسجل تجاري ومعادنا معايا. عندك ولاد قد ايه؟ عندي ثلاثة في التعليم. ثلاثة في التعليم؟ يعني ولدين وبنت. أعمارهم يعني قد إيه؟ الكبير فوق الإعدادي والبنت في سنة خمسة والولد الصغير في ثالثة ابتدائي. ربنا إن شاء الله يرزقك برزقهم إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا فندم. أنت محتاج يعني حد، يعني قول لي محتاج إيه طب دلوقتي؟ انا لو حد بس يقدر يعمل يكون عنده وصف، يعني اعمل كارد بس على ضمان الشقه بتاعتي، اخد كارد بس اعمل اي مشروع، اجيب شويه احذيه ابيعهم على الشارع بره عشان يبقى كتر الف خيره.
انت عايز تعمل مشروع تجيب احذيه وتبيعها بره؟ وابيعها بره. طيب حاضر، يعني ربنا لفيت والله على البلوك كلها مش عارف انا ده، يعني وانا مش عارف انت والله. انت يعني عارف المشروع ده يكلف قد ايه؟ وانا رحت البنك، رحت هو المشروع ده يكلف حوالي 20,000 جنيه. عشان اجيب مغازي كوتشات وشباب واحذيه وجزم يعني. يا ريت يا فندم بس لو اعرف حد بس يعمل لي كارد بدل شقتي يبقى كتر الف خيره، لان دلوقتي رمضان داخل عليا والاولاد داخلين امتحانات في المدارس، وربنا اللي يعلم معيش جنيه الله لازم اصرف عليهم بيهم. ايوه وربنا اللي يعلم الاشاعات اللي بعدها انا عملتها ازاي. ايوه حاضر يا عبد الله، ربنا ان شاء الله ييسر الامر، وان شاء الله نشوف احنا كمان نسعى باي جهه ممكن تساعدك يعني بكارد، ونشوف ايه المؤسسات اللي ممكن تكون مساعده معانا انها تساعدك. ولكن حتى لو لقينا حل تاني يا عبد الله، يعني مثلا لو ما لقيناش لقينا حل دلوقتي افضل مثلا، او حد قريب يساعدك بحاجه اقل من ال 20,000 جنيه، حاجه تقدر برضو تبيعها ان شاء الله، حتى شويه حاجات تبيعهم تقدر تعيش منهم لحد ما نعمل نشوف تقدر تعمل ايه. يعني المهم بس ندور العجله ويبقى في عندك مصدر رزق ان شاء الله. يعني معانا ام محمد من السويس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه وفاء؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي، اتفضلي. جزاك الله كل خير على اللي بتعمليه والله. ربنا يكرمك ويعزك. وبشكر الاعداد والله على مقابلته وترحبوا بيا والله. اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا عندي ابن اختي بعد عنك عامل بتر لرجليه وتعبان جدا نفسيا. عامل بتر ايه؟ عامل بتر لرجليه. طول رجلي يعني بعد عنك فيها سرطان جلدي. يعني رجل واحده ولا رجلين الاثنين؟ لا رجل واحده. رجل واحده. اه اليمين. وعمل اللي هو الرجل الصناعي دي اطراف صناعيه. فتبع التامين فبيمشي بيها بعد عنك بيقع. نفسيا عنده حاله نفسيه متضايق وتعبان مش قادر لا يروح ولا يجي. فسالنا له على الرجل الصناعي لمينا له 3000 جنيه. وهو ب 8.5، فيا ريت حضرتك حد يساعده يكمل له المبلغ علشان يقدر. امال هو انت بتقولي امال هو بتقولي بيمشي بايه؟ ما بيمشيش قاعد في البيت. لا قلتي يعني هو هو عمل طرف صناعي تبع التامين. بس بيمشي بيه يقع على وشه. مش كويس يعني. هو عنده كام سنه؟ 50 سنه. بيشتغل؟ كان شغال في التموين وزمايله لموا له 3000 جنيه وكده، وعايزين يعني حد يساعده على اساس نجيب له الجهاز ده من بره ويساعده يعرف يكمل معاه 4 اولاد. وحالته النفسيه تعبانه مكتئب وكده، وقلت له انا هكلم لك مدام وفاء يعني. ان شاء الله. يعني هو محتاج 5000 جنيه؟ محتاج 5000 جنيه يجيب له الرجل الصناعي دي ويكمل الصور وحضرتك عارفه. وعايز بيروح شغله يعني بعد كده يروح شغله صح؟ قاعد والله في الشغل مكتئب مش قادر يمشي ولا يروح حتى. لا يعني قصدي اقول لما يعني ان شاء الله يعمل الطرف الصناعي يقدر يروح شغله. يروح شغله. هو موظف يعني. ماشي طبيعي. موظف. هو كان حصل له البتر ده نتيجه سكر؟ سرطان جلدي. سرطان. جلدي وبعد عنك مشت في جسمه. تعبان يعني ربنا يعافينا ويعافينا. شفاء وعافية، شفاء الله وعافية، شفاء الله وعافية. حاضر، ربنا إن شاء الله يعني يرزقنا برزقه، وإن شاء الله يعني نقدر نساعده إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. ربنا يعافي الناس جميعا يا رب، ويعني إن شاء الله يعني إذا كان أي حد سمعنا برضو عايز يساعد الأخ اللي هو محتاج طرف صناعي عشان يقدر يكمل حياته ويخرج من كبوة، أكيد كبوة نفسية صعبة جدا. أما حد بيفقد يعني عضو يعني على سن مثلا يكون كبر شوية ومش هو طفل مثلا ولا حاجة، فبتبقى صعبة شوية. فأي حد يعني برضو عايز يساعده إن شاء الله نتواصل معاه، وما كانش إحنا إن شاء الله برضو هنحاول نساعده بطريقة أو بأخرى يعني. وربنا يا رب يعافي الناس جميعا، الناس كلها عندها ابتلاءات كتيرة. ممكن نبقى نقول يا إحنا إحنا طول الوقت بنقعد نسمع مشاكل وبتاع، ولكن هو ربنا سخرنا لده وربنا ان شاء الله يأجرنا عنه باذن الله تعالى. وربنا يعني حطينا في المكان ده عشان نكون بنخدم عباد الله، ويكون ده يعني خالص لوجه الله تعالى. ربنا ينفع بينا ويجعل الوقت اللي احنا بنقدمه لحضراتكم يكون فيه نفع كبير للعباد، وتقبلوا بينا ويجعله خالص لله تعالى. ما تنسوش قعدتنا بكره ان شاء الله الساعه 12 ظهرا، واترككم في رعايه الله وامنه، وتصبحوا على الف خير.